يصلحوا لولاده. سلال لما يقول له وليدك دار وكذا الى اخره فارس، يقول له يعني شوف هذا الكلام هل يصدق هذا الكلام؟ يعني هو راه في محاكمه ويسال، اذا كان هذا كلام صحيح يجيب دليل عليه وبراء امرك عليه، اذا كان متهم وما عندوش دليل عليه يعني الردع في الامر. يقول له بوليدي داخل بخبره تاعو، هذا كلام يعقل؟ وليدي داخل بالخبره تاعو في المسائل هذه. انا بالنسبه لي يبقى مجرد سؤال مفتوح. ويحيى يقول له باللي وليدك عنده شركه وشركات الى اخره ومبالغ ربيه، ولقوا بالمناسبه 300 مليار في الكونت تاع يحيى. وسابقا في التحقيق لما وجه له سؤال قالوا باللي وقيل اعطوه على اساس اصدقاء مدوا لي هذو الملايير اللي دخلوا لي في الكونت اصدقاء ونعرفهم. لو كان ما كنتش بصيف استغلال النفوذ، لو كان ما كنتش بصيفتك هل تدخل لك دراهم؟ ما تدخلكش دراهم، وهذه الرشوه، لانه واحد في وزاره الماليه تدخل دراهم بحكم صيفته بحكم نفوذه، هذه اولا. ثانيا ويقول لك باللي وليدي دا فتح شركه في اطار اونساج. علاش اونساج ماهوش مفتوح كاع للشعب؟ علاش اونساج يدو في الناس الاحباس؟ وعلاش اللي داير اونساج ومع تبتبت ولي ميزون دو مير والبنوك وتتبع؟ بصح حنا ما شفناش اي مسؤول سابقا قبل 22 فيفري، ما شفنا ولا مسؤول تكلم جروا ولا مسؤول للمحاكم او قالوا. احنا رانا نشوفوا دوك الحمد لله وكانه انا نشمه انا نلمسه يعني بعض الديمقراطيه بعد ما سالي تشكاو وكذا. الحمد لله بعض الديمقراطيه، بدليل انه كما قلت استاذ بوعافيه قبل قليل في العجاله اللي تكلمت عليها، حاول يكتبوا المرشح رئاسيات، خير مرشح رئاسيات مرشح حر، حاول يدوا لهم جابوه راه يستمع لوكيل الجمهوريه ويدي في اقوال، وربما عندها علاقه بما انه كاين جنحه تبييض الاموال ربما عندها. على المقاطعه زي شحيش نتابع الجديد والعاجل والهام من بينه هذا المستجد، وهو دخول المحامين كما تظهر هذه الصور المباشره والحصريه التي تاتي على قناه البلاد، دخول هيئه الدفاع قبل ان يلتحق المتهمين ب أو يلتحق المتهمون بقاعة الجلسات لمواصلة أشغال هذه الجلسة التي توقفت ربما لأكثر من ساعة ونصف في حدود ساعتين من منتصف النهار إلى اللحظات التي نحن نرتقب فيها العودة إلى قاعة الجلسات بدخول المتهمين ثم دخول القاضي وهيئة الهيئة المشكلة للمحكمة. سنوافيكم مشاهدينا الكرام خلال هذه التغطية بكل جديد متى توفر ذلك، خصوصا وأن في الأجندة وفي جدول أعمال هيئة المحكمة اليوم كثير من المتهمين لحد الآن لم يتم سماع إلا واحد منهم هو أحمد معزوزي، إضافة إلى بعض الإفادات الصادرة من وزير الأول أحمد يحيى وعبد الملك سلال ويوسف يوسفي. ومن المنتظر أن يكون بعد ذلك بعض في هذه الصور ربما نشاهد المحامين الذين يتأهبون لحضور هذه الجلسة وهم يرافقون المتهمين قبل دخولهم إلى قفص الاتهام. معنا كذلك دائما جحيش، علقنا على هذه الصور قبل في هذه اللقطة يعني في هذه المحاكمة والجلسة في هذه الأثناء، يعني أنا المحامين مستعدوا يعني لدق الجرس، يعني دق الجرس باش المحامين يسقموا روحهم اسمح تبدا الجلسه. وبالمناسبه كان يشوف استاذ باك بيطام نجيب بيطام تكلم، استاذ نجيب بيطام يعني كان من الاوائل في الجلسه، كان من قدام هو اللي سمع الكلام وسمعته من عنده. قال بلي احد المتهمين الكبار احد الوزراء الاولين ولا احد المتهمين قال نظن احد الوزراء لما خلص الجلسه يعني البارح وجا خارج قال هذه مهزله، مانيش عارفين واش يقصد بالكلمه هذه. جا خارج يعني لما داوها لابوليس خلاص الجلسه قال هذه مهزله، يعني واش يقصد بالكلمه هذه مازال ما نعرف. يعني هو شاطر انتباهي، يعني القاضي لما يوجه كلمه استاذ بوحافيه المتهمين يقول المعزوزي ولا يقول واش قصدكم بتحويل بتمويل الحملات الانتخابيه؟ احنا كقانونيين مفهوم مخالفه، انت لما تمول حمله انتخابيه ب 39 مليار وتضخ 75 مليار الى اخره واش تستنى؟ اذا ما كتستنى مقابل تاع صفقات راح تديهم ليك معناتها حاطين 75 مليار راح تدي 75 مليار. استثمار سياسي. بارك الله فيك، هذا استثمار عندك، استثمار غير شرعي، على شرعي مو شرعي، استثمار غير شرعي ومنه وكانه حاطين 75 مليار راح تدي 75 الف مليار. ثم راك تستثمر لانه عندك مقابل مور تحمل مور تمويل الحملات الانتخابيه في اطار استثمارات راك دير فيها في اطار الجمركه اللي حتجوزها في اطار كذا. ولكن القاضي كان يعني عجبني القاضي في المحاكمه هذه كان فاصل معاهم، كان فاصل معاهم وكان كان معاهم نقطه بالنقطه، كان نقطه ما يجيبوش نقطه الا ويسالهم على نقطه مخالفه ويروح يولي ويسالوا يحيى بعد. وكانت كما قال اسامه دحمون هذه اللي لاحظتها وشفتها، الكل يخون الكل، الكل يعني واحد يرمي اللائمه على الاخر، الكل حتى شمعنا باللي مشادات كانت مشادات ثم
بين ويحيى ومعزوزي مواجهات يعني مواجهات، واخر يقول له لا لا انا ما قلتلكش، ولا انا ما سيني دفتر الشروط كما قال الله وعلم المقيس. لا قال ما شفت سيني تبارك، واحد يقول ما سيني شفت تبارك، واحد يقول لا لا المقررات كما كانتش مطابقه، بصح انا ما كنتش على بالي، ربما كنت في المكتب كنت كذا. لا لا المقررات تكون مطابقه لدفتر الشروط. ان ويحيى قال وزاره الصناعه لا يعني شانها شان داخلي، قراراتها داخليه لا يمكن ان تدخل في موضوع، وهذا هي الوزاره تابعه للحكومه. شان داخلي بما انك انت وزير اول، كنت وزير اول يعني كل حاجه تكون تحت صفقات الكبرى، تكون تحت عينك، تكون باستشارتك. هم يعني كما نقولوا رجعوا الكره، ارجعوا الى المجلس الوطني للاستثمار، قال لك لانه فيه 11 يعني عضو من الحكومه اضافه الى ممثل عن رئاسه الجمهوريه. القرار كان يصدر بالاجماع، لماذا اليوم يتحمل يحيى فقط او سلال هذه المسؤوليه؟ كذا يريد ان يفهم البعض. معليش معليش يقول باللي 11 واحد اللي قال استثمار، يا اخو عندك دفاعك، عندك دفاعك، ولا حيبرنا هذا الامر، يبين يبر يبين العلاقه السببيه. ولكن علاش تدخل في سجل معاه؟ انت واش علاقتك مع تدخل في، لما تدخل في سجل كاين ما كاينش دخان بلا نار، لما تدخل في سجل مع معزوز ولا مع بايري اذا كاين علاقه سببيه، علاش هو يتكلم عليك وتتكلم عليه؟ اذا ما... اذا انت عندك علاقه بلجنه الاستثمار تاع 11 واحد، وشنو هي العلاقه اللي تلحقك انت مع رجل اعمال؟ بعاد كل بعد على رجل اعمال، تتمثل الحكومه، تتمثل الوزاره، ما عندكش علاقة مع رجل الأعمال، رجل الأعمال عنده علاقات مع إن صح القول باللجان القانونية، لما يكون دفتر الشروط يكون الموضوع تاعو مع لجنة قانونية، ما تلحقش عليها أنت، أنت كيجيك تشوف هل مطابقة أو غير مطابقة، ربما نصيات ولا خير تكون ليك أو تكون عن طريق 11 عضو، إذا كان 11 عضو تبرعوا 11 عضو، نجيبوا 11 عضو، نجيبوا ممثلين 11 عضو نفهموا الحكاية، هذه هي اللي يطلبها، يقدر يطلبها القاضي، يقدر يطلبها أي إنسان. نحن نتحدث عن جدول الأعمال، فيه متهمين لأنه الصباح المعلومة اللي عندنا تتعلق ب 17 متهما لحد الآن. تم سماع في ملف واحد، ملف معزوز متعلق بمصانع السيارات وكذلك التمويل الخفي. يعني هل ترى أن الأمر سيمتد طويلا، ربما نشوف أيام، لأنه عدد المتهمين كثر؟ يعني لا لا يمتد، أنا نظن ربما غدوة الجمعة، غدوة الجمعة كم من جعف إذا يقدروا يكملوا بما حكم ان الرزمه مشات الجلسه ومشات، اذا ما يقدروش يكملوا لكن الجلسه مطوله. وهذا على هذا احتجوا المحامين مع الاول على مساله ضم القضايا. واش بعد واش كان يقصد بها المحامين كي كان يقولوا لما القاضي دخل ضم كل القضايا، ضم كل القضايا حطهم، قال ما تقدرش لانه كل جلحه مختلفه، قالوا انا نناقش كل ملف على حيده، اذا ضميت لي القضايا شكون اللي ضم القضايا؟ القاضي، القاضي هو القاضي ضم القضايا. احتج المحامون، احتج المحامي قال له ما تضمنيش القضايا، احتج المحامي قال له هي اذا القضايا، القضايا تناقش على حيده، القضايا المدمجه يعني القضايا مع بعضها في المره مع بعضها. لا لا كل قضيه عندها، لانه كان قضيه جرح استغلال النفوذ، قضيه تمويل الحمله، قضية لما تضمهم لي وتعطيني انت 10 سنين ولا 15 سنه كاقصى عقوبه، يدي اقصى العقوبه، يدي عقوبه واحده. لكن لما توزعهم كل ملف على حيده، يدي خمسه من، يدي سبعة من، يدي ربعة من، يدي كذا، بعدين يقدر تطلع، تطلع تطلع العقوبة، تلحق 25 إلى. وفي الحال، في قضية الحال كيف تتم الأمور؟ لا لا نظن استجابوا، نظن على سبيل الله ظني، مانيش مؤسس في أي قضية، لكن نظن باللي استجاب القضية ربما لأنه حتى الأستاذ بوعافية وعلاش المحامين احتجوا، القضية متشعبة جدا، قضية مربوطة بقضية، قضية مربوطة، تقدر تجيب الملف تاع تبييض الأموال تلقى فيه وزير مع رجل أعمال مع ولد وزير، مع وليد واحد رجل اعمال، مع وليد كذا، ومنه قضيه متشعبه، ما تقدرش يخطر ملف واحد يعني يستغرق لك، هو يخمم يستغرق لك ملف واحد يستغرق. نفتح قوس بناء على الاجابه نتاعك، يعني في خلال الاسئله والاجابه للدور بين المتهمين والقاضي، لو مثلا يطرح اسم اخر، شخصيه اخرى، او يعني متهم اخر او طرف اخر كان له علاقه، هل يمكن للقاضي اعاده استدعائه؟ بطبيعه الحال اي انسان يذكر اسمه في القضية ما كانش مذكور من قبل أو كان اسم جديد، القاضي يعني يستدعيه كشاهد، يستدعيه كشاهد ويسمعه، ويقدر يكون يرجع متهم، يرجع متهم، بارك الله فيك، بيس ويسمع كشاهد على الأول، يسمع كشاهد، لأنه اسمك تثبت في قضية، قال قضية تبييض الأموال حبس، قال أنت يا فيها 20 مليار، قال لك أنت اللي بيضتها، هذيك كانت عندك وأنت اللي بيضتها عن طريق مؤسسات أو كذا، أروح قلنا رأيك في هذه المسألة، يقول كذا، إذا ثبت جرمه من شاهد وين يتحول إلا متهم، ويدير له الإيداع في الجلسة. يدعم في الجلسة، ما كان لازم يحرش معاهم يعني في الجلسة، يديروا الإيذاء من الجلسة، تما إذا شافوا بريء ولا شافوا ما عندهاش علاقة أو كانت قضية، ربما تكون قضايا في المسألة، ولكن هكذا يطول الملف، يعني يطول الملف أكثر، يعني يطول الملف، يطول لو كل ملف على حدة، ولكن القضية نظن قضية كان ذكي في الأمر، وش حيدير باش ما يشعبش القضية بزاف، يعني كل ملف يجوز زعما ملف فيه ويحيى وفيه بايري،
هنا يتم يفتح باب الاسئله للمحامين ولا لا؟ شكون عنده اسئله يمشي في وتيره العمل في وتيره العمل تاعو اختي كانت عاده الاسئله حتى يسال ويجاوب وكذا والوكيل يزيد يسال مع الاخر يمشي يفتح الاسئله. البارح شفنا اسمح لي السي جحيش البارح واش شفنا؟ شفنا سلال ويحيى سمعهم ويوسف يوسفي ومحجوب بده وكذلك نوريه وزعلان سمعهم القاضي مباشره اليوم في رجال اعمال كان يستعين بالافادات نتاع الناس اللي عندهم علاقه بالملف. لو تم هذه الوتيره لما قلت انت يسال السؤال صح. اليوم عندنا فقط غير خمس رجال اعمال صح. وكل خمسه عندهم علاقه بالخمسه هذه صح. يعني كل مره اطلب افاده اطلب افاده القضيه ربما تاخذ وقت في نظرك تاخذ وقت. نظن بلي تاخذ وقت ما نظنش الحكم كل يوم بهذه الطريقه لانه راك تتكلم في محاكمه قرن راك تتكلم على حاجه جامي صارت في اي دوله لا حتى الدول الاوروبيه ما نظنش زوج وزراء زوج رؤساء حكومه راهم يتحاكموا في قضيه واحده قضيه فساد مصانع تركيب السيارات في قضيه واحده مازال ما فتحناش حبك بارك الله فيك اللي فتحت لي قوس على الجانب هذا اللي الناس برا ماهيش فاهمه اللي برا نتكلموا على قضايا رجال اعمال وجه قضيه يحيى وسلا على قضايا رجال اعمال متورطين فيها رؤساء وزراء سابقين وزراء الصناعه الى اخره لان واحد لانه رجل الاعمال رجل الاعمال مربوط باللجنه القانونيه تاع دفتر الشروط القانونيه مربوطه بدفتر الشروط بلجنه الاستثمار مجلس وطني الاستثمار مجلس وطني الاستثمار باش مربوط بوزير الصناعه السابق والعالي والوزير الصناعه باش مربوط بالوزاره والوزاره باش مربوطه بالحكومه والحكومه شكون مثلها وزير الاول اذا انك مسؤول خير رب العائله هو المسؤول على اولاده تتليك مسؤول على كل حاجه على كل صغيره وكبيره الدور وبينه باش الناس تفهم اليوم رانا نتكلم على قضيه تركيب السيارات الذي جاء بصددها رؤساء الوزراء اللي كانوا متورطين وزاره الصناعه كما نشوفوا يوسف هو المطور الاول في القضيه هذه اللي كان سابقا مازال قضايا سلال وحي قضايا فساد قضايا مش عارف كان قضايا واحد اخرين راح يكونوا فيها ام بعد ويتحاكموا والتحقيق مازالوا جاري هذه راهي قضيه وحنا تتوقع السي جحيش ان يكون الحكم اليوم يعني ولا في الساعات القادمه او غدا صعبه انا بالنسبه لي كقانوني او بالنسبه لي كمارسين تبان لي صعبه من ناحيه التقنيه يعني صعبه باش يدخل القاضي لانه القاضي كيفاش يعني كان يدخل يداول ربما الاسبوع القادم تكون مداوله ربما غدا ربما غير غدوه هل المداوله يعني فيها فاصل زمني مثلا شوف المداوله الحينيه هي في محكمه الجنايات محاكم الجنايات هي المداوله تكون حينيه يدخل كيما يقول قاتل او سارق او كذا بيت ستر كيما يقولوا بارك يسموها هكذا الشعب عافيه السؤال محكمه الجنايات ما تكونش كيما هذه محكمه الجنايات هذه عاده يطلع عليها النطق بالاحكام تكون الاسبوع القادم اما محكمه الجنايات من دوره الى دوره فيها ثلاثه مستشارين من جلسه الى جلسه محكمة الجنايات فيها ثلاثة مستشار قاضي وزوج مستشارين وزوج محلفين وكاتب الضبط والاخر هذه لما يكمل يستجوع على جناية القتل والى اخره وكذا هنا كيكمل يقول بعد حين مداولة تتم بالتصويت عن طريق التصويت لا في محكمة الجنايات كاين ورقة هل قام بالفعل نعم أو لا كاين محلفين راح يعاونوه ربما يستفاد هل يستفاد من ظروف التخفيف إذا كان مش مسبوق قضائيا ما يستفادش من ظروف التخفيف هذه في مسألة الجنايات هل التخفيف هنا مطروح في هذه القضية الحال؟ هذه تتعلق بقضية شائكة فيها وزراء أولين فيها رجل أعمال هما ما مش مسبوقين من قبل قضائيا طبيعة الحال ما مش مسبوقين تسمعت بو يحيى مسبوق ولا سلم ما مش مسبوقين سابقية لكن هذه القضية راهي تتكلم على حينة على وقحة هذه قضية قرن ما نقدرش نتكلموا على مسبوق أو غير مسبوق ما هيش قضية هو يتحدث هناك من يتحدث على أن قانون مكافحة الفساد الذي جاء وفق 01/06 قالوا انه معدل هذا القانون هذا معدل لانه يعني نزع ظروف التخفيف ويعني ابقى على هذه المواد التي تجرم في اطار جنح فقط بالنسبه للفساد بارك الله فيك القانون تاع 0601 اللي كان في 2006 وكان سابقا بك عوجد في 2006 بعد ما كانت المواد 2019 تعاقب بالمؤبد وتعاقب بال 40 و 35 سنه و 25 سنه الى اخره ولات بعد ما كتجي ولا الجنح نقصوا نحاولوا من التخفيف خففت بعد ما ولا ولدي 3 سنين من الفساد يدي 3 سنين يدي 7 سنين من عامين إلى 10 في هنا في رجال الأعمال ممكن من عامين إلى 10 لكن لما يكون إطار سامي أو وزير سابق أو كذا طعمي تشدد العقوبة هي جنحة ولكن تشدد العقوبة بمعنى من 10 سنين إلى
20 سنه. لكن حنا يا الاصل الانسان البراءه حتى تثبت اذنته، حنا رانا نشرعوا، الشعب راه يقول حنا نقولوا كذا، لانه الناس تحكم بالظاهر والله يتولى لا. والقضاء يتولى سرائر الملف. حنا نحكموا بالظاهر والقاضي او القضاء يتولى سرائر الملف، لانه واحد ما عنده الملف من عند القاضي هو اللي عنده حيثيات القضيه، عنده واش كاين عاده من لما القاضي يقول للبايري ولا معزوز يقول له انت مولت حمله المعزوز، يقول له ب 39 مليار، هل جابها عبثا؟ هل جابها من الباطل؟ عنده ملف، عنده ملف، عنده مسار تاع بنكي تاع حسابات يتبعوها، صار عنده حسابات. لما يقول بلي 57 ضخت عنده ملف، لما يقول يحيى عندك 300 مليار في الكون تاعك عنده ملف، ماهوش يهضر من الباطل، كان قادر يقول مال 100 ولا يقول 20 ولا يقول 5، 300 يعني. مليار ومحسوبه، ماهيش 400 وماهيش 50، قال له 300 مليار ومن هو القضيه محسومه، لانه القاضي راه مسؤول، خطرات القاضي مسؤول امام الله عز وجل ثم امام المجتمع تاعو، لانه الناس كاع راهي تشوف فيه، واسمه حيكتب في التاريخ كما تكتب اسم اللي حاكم مبارك وحاكم مرسي رحمه الله اول رئيس منتخب لما الحاكم كاتب هذه الطريقه، كاتب هذه الطريقه. مشاهدينا الكرام نحن معكم على الهواء مباشره في هذه التغطيه المباشره، ونترككم مشاهدينا الكرام مع هذه التصريحات للمواطنين ثم نعود. كما نشوفوا المحاكمه نتاع العصابه يامس كما يهضروا، هذو الهضره نتاعهم ما همش عصابه، يامس هم يهضروا مع القاضي كانهم راهم مسؤولين، والناس اللي داو 4000 و10000 مليار ولات هما نشوفوا فيهم في التلفزيون في سويسرا وكذا. وكان غير يزيد لنا حاجه برك وزير العدل يديها علم مباشر بعد كيما جبتي ويحيى تجيب ولاده براسك، ولاده بعد راهم مشاركين معاه، ولاده شتي المسؤولين هذو كلهم ولادهم راهم مشاركين بكل، ونحتاجوهم بكل يجيو ونشوفوهم كيف راهم يتحاسبوا. نجيبوها من الاخر اللي دار يخلص كما تدين كما تدين وتدان، ولادهم لازم يحضروا حتى هما بعد راهم كومبليس في كل شيء. ويحيى انت هو السبه، انت هو السبه في كل شيء، في 4000 شركه وطنيه، انت هو السبه في رجال الاعمال، انت هو السبه في البلاد، انت هو السبه في رجال في الحراقه الله يرحمهم، انت السبه في الطب اللي حرقوا، انت السبه في الشبيبه اللي ماتوا، انت السبه في الشعب اللي حرق روحه، انت الشعب 40 مليون جزائري تقول له ما تاكل ما تاكلش الياورت، احنا ناكلوا الياورت، انت راك داخل هذه التاليه ما زعما لحقاتكش، احنا سقاوه بها، انت السبه في 40 مليون جزائري، انا حسبتها لك طاحت لك 187 عام لداخل، وما زالك تحاسب منك من الغاشي، تحاسب منك من الغاشي، وانت السبه في الشرطه، انت السبه في المعلمين، وانت السبه في التقاعد، وانت السبه في الراتب الشهري، وانت السبه في الشركات 4000 شركه وطنيه، وانت السبه في الوزينات، ما نسمحولكش مشي حتى لاخره تحاسب، هذا اللي تتحاسب عندك تتحاسب، انت السبه راجل 50 عام مشي متزوج، انت السبه الناس اللي كانت تقرا، وانت السبه في العولمه طبه وشيوخه تاع ليكول اللي راحوا في ليترونجي، انت السبه كاع، انت سبه الدوله، انت اسبابنا ما نسمحولكش، ما انت سبه الميزيريا، انت الشعب اللي قاسى على جالك، وانت السبه في كل شيء، انت السبه في الحرس البلدي، وانت السبه في المتقاعدين الجيش في سكانهم في حقوقهم، وانت السبه في الطريق شرق غرب، انت السبه كل شيء، دراهم كليتهم ترجعهم لتحاسب، انا حسبتها لك 187 عام. اليوم الثاني لمحاكمة رموز الفساد الكبار في الدولة، بعد ما كانوا يعني ما كانش لي يقعد معاهم كاع ويجمع معاهم هذو الناس، يعني الطاغوت وقتنا هذا هذو هما، احنا رانا ثيقين في العدالة الجزائرية ان شاء الله تاخذ مجراها وياخذوا محاكمة عادلة ويتحاسبوا على الشيء اللي داروه.
وترجع الاموال للخزينه ونستفادوا منها الشعب ان شاء الله يا ربي. وانا كشباب نقول لك كقانوني نقول المحاكمه يعني ما نقدرش نحاكموهم الا على الادله الصحيحه، وان شاء الله تثبت هذه الادله وياخذوا العقوبه تاعهم بكل المجرى القانوني تاعهم. انا رايي في هذه المحاكمه التاريخيه كمواطن جزائري نطلب من السلطه العقوبه لخيانه الوطن، ونطلب ان يرجعوا لنا دراهمنا اللي راحت كاع. هادو في المحاكمه تاع هذا الوزراء السابقين هذون ان شاء الله تكون صرامه وتكون عداله عندنا ان شاء الله في البلاد، والخوانا هذو اللي خانوا الوطن ان شاء الله ترجع لنا الاموال اللي راهم هربوها للخارج، ان شاء الله تولي لنا الاموال، ان شاء الله تولي بلادنا ان شاء الله دايمون نحو المستقبل ان شاء الله زاهر ان شاء الله. نقولوا يعني معناتها خطره اخرى اللي يعود يجينا ولا حاجه يدير حسابه راه شاف واش كاين هذا الخونة واش راه صرا دوك راهم في محاكمه، ونطلبوا ان شاء الله من العداله ان شاء الله باه تكون صرامه وتكون ان شاء الله اشد عقوبات لهذا الخونة تاع الوطن هذو اللي راهم خانوا الوطن، ان شاء الله اموالنا تسترجع. هذه راه اموال المواطنين مش اموالهم هم ولا اموال الغير، واللي يجينا خطره اخرى ثاني يدير حسابه باللي هذه راه مش ماله هو ولا مال الخاص راه مال الشعب هذايا، خطره اخرى يدير حسابه اي انسان باه يجي للسلطه يدير حسابه درك. نعود مجددا مشاهدينا الكرام الى البلاطو قبل ان تغادرنا سيدي الكريم في اقل من دقيقه، كلمه اخيره. انا نقول بصفه مختصره باللي يتقوا الله في الشعب هذا، انا نشوفوا هذا مال عام للشعب الجزائري، يتقوا الله في المال هذا وشكرا. اذا مشاهدينا الكرام، اذا ضمننا لكم تغطيه كامله منذ الصباح رافقتكم فيها مشاهدينا الكرام من 8:30 الى غايه اللحظه، نلقاكم في فرصه قادمه بحول الله في هذه الاثناء، وبعد قليل سينضم اليكم لاستكمال التغطيه المباشره زميلي يوسف زغبا. اذا اوقات طيبه سعيده، الى اللقاء.